الموت والدماء، أنت كان لديك مقال قرأته قبل اليوم كأنه أمس، تحدثت أن يعني فيما يلي أمر الموت، رغم أنه هو يعني حديث مؤلم جدا حينما تتحدث عن الدماء يعني، ولكنك أشرت على لماذا يموتون أصلا. وبس يعني أنا عمر الدقير يعني يحاول أن يبعث حالة شعرية في يعني تائهة في داخله، ويريد أن يطيل على هذا المشهد بهذه الحالة، هذه الحالة الشعرية. الغريب أنه عمر بيتكلم عن القتلى منذ 25 أكتوبر، ولا يتحدث عن القتلى منذ أغسطس 2019، لا يتحدث عن إغلاق الكباري عندما كان يقوم بها والي الحرية والتغيير ريم النمر، إغلاق الكباري بالحاويات والشهداء الذين سقطوا منذ لا يقل عددهم أبدا منذ تشكيل توقيع الوثيقة الدستورية إلى 25 أكتوبر، عدد الشهداء لا يقل أبدا، هي ذاتها الذئاب، يعني فقط يومها كانت هذه الذئاب تحرس الحرية والتغيير في السلطة. حميتي والبرهان كانوا شركاء لهؤلاء، ما تبدل منهم شيء يعني، فلماذا التباكي على شهداء ما بعد 25 أكتوبر وتوظيفهم سياسيا، وعدم ذكر الضحايا والشهداء الذين سقطوا منذ توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 إلى 25 أكتوبر 2021؟ لماذا لا يذكرهم؟ أم هؤلاء لا يستحقون الرثاء؟ أم هؤلاء لا يستدعون دموع عمر الدقير وشاعريته المرهفة هذه؟ أم أن هذا فقط بيع وشراء في هذه الدماء وتبضع في دماء هؤلاء البسطاء؟ وهؤلاء الذين سقطوا شهداء منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، ماذا فعلت لهم قوى الحرية والتغيير؟ ماذا فعلت لأهدافهم ولشعاراتهم؟ هل حققت شعار الرخاء الاقتصادي؟ أم حققت شعار توفر الخدمات؟ أم حققت توفر الحرية والديمقراطية؟ أم وفرت حق محاكمة الذين أسهقوا أرواحهم؟ هل حققت في ضحايا فضل؟ ماذا فعلت قوى الحرية والتغيير لهذه الدماء؟ المؤسف الشديد، وأنا أنصح هؤلاء الإخوة أن لا يعودوا لمثل هذه الرذيلة، رذيلة التبضع والبيع والشراء في دماء هؤلاء البسطاء، لأنهم يحرضونهم. السؤال يا أخ ناجي، هذه المظاهرات تخرج منذ 2018 إلى يوم الناس هذا، لماذا لم يسقط شهيد واحد من أسر هؤلاء القيادات؟ لماذا لم يجرح شخص واحد ينتمي لأسر هذه القيادات؟ لماذا عندما نشاهد أعضاء وأفراد أسر هؤلاء القيادات نشاهدهم إما هم بيركبوا في عربية استلبوها من بواسطة لجنة التمكين، نشاهد بعض الزوجات وبعض النساء وبعض المحسوبين على لجنة الحرية والحرية لجنة تفكيك التمكين، وهم يمتطون ويستفيدون من هذا المال المنتزع، ولا نسمع بأحد منهم مات في مظاهرات، ولم نسمع بأحد منهم جرح في مظاهرات، ولم نشاهد حتى أحد من أبناء هؤلاء القيادات وهو يذهب في مفاوضات ويبث خروج هذا في المظاهرات بشكل حي. لماذا لا تخرج هذه الأسر وهؤلاء القيادات؟ يعني حتى عمر الدقير عندما يخرج حوالي 200 متر ويعود إلى بيته، وعندما يخرج البقية يطردوا من هذه المظاهرات. فباسم من ولماذا تتاجر هذه القيادات بهذه الدماء؟ إن كان هنالك جهة مسؤولة عن سفك هذه الدماء، فالجهة المسؤولة هي الذين يمثلون المشهد السياسي بالمدنيين في قحط وبالعسكريين في المكون العسكري. فعلى الأخ عمر الدقير وعلى بقية الإخوة في قوى الحرية والتغيير أن يكفكفوا دموعهم، وأن لا يذرفوا دموع التماسيح هذه على دماء الشهداء الذين هم ضحايا للبيئة السياسية وضحايا للعملية السياسية.